صارت وياكم مرة ومريتوا في موقف خفتوا أو حسيتوا ما حد يقدرون تكملون؟ يمكن عدد كبير من الناس اختبر هذا الشعور، أنا واحدة منهم. بعام 2013 تحديداً شهر مارس يوم أربعاء استدعاني مدير مدرستي اللي هو مدير مدرسة الموهوبين، قال لي نور دزين اسمك التيدكس، السبت مؤتمر وشوف ايش راح تسوين. كنت بذاك الوقت كنت دا احضر البحث علمي، فقال لي حضري ملخص لان السبت المؤتمر. بالنسبه للشخص عمره 12 سنه بذاك الوقت كان فد شيء كلش مخيف، ستيج كبير قدام عدد كبير من الناس، بحث اصلا ما كامل ولازم اسوي له ملخص خلال يومين. رجعت للبيت بلشت اشتغل على الملخص انا والسوبرفايزر مالتي. الجمعه التقيت بتيم تيدكس الرائع، ما بين حوار ونقاش ونصيحه اجى يوم السبت بلشت العروض واجى دوري. حكيت اول كم جمله وقفت، قلت خلاص اني عدد كبير من الناس راح انزل ما راح اقدر اكمل ولا اي شيء خلاص. فكرت بالناس الموجودين، فكرت بكل شخص وثق بيه وقال لي نور اني مؤمن بقدراتك. قلت راح اكمل باي طريقه حتى اذا كانت هذه الطريقه ما مرضيه ما مقنعه، المهم اكمل خلاص ما يخرب المؤتمر. كملت مثل رياكشن اي شخص صغير بالعمر، من نزلت من الستيج بلشت ابكي. خلينا نشوف جزء من الفيديو شباب. هذا البرفورمانس شان من كان عمره 12 سنة. نزلت مثل ما قلت لكم من الستيج، خلص المؤتمر وخلص اليوم، بلشت بمرحلة جديدة للأسف موجودة بمجتمعنا العراقي واللي هي مرحلة الانتقادات والتعليقات السلبية. رجعت للمدرسة بلشت أسمع تعليق سلبي انتقاد لاذع للبرفورمانس مالتي. مر الأسبوع الأول والثاني والثالث على هذا الحال وكنت أسمع تسابير هواية. إجا الأسبوع الرابع بيوم من الأيام اجى طالب وياي بالمدرسه، حد هسه اتذكر هذه اللحظه، كان يقول لي نور انت ليش رحتي على اساس قدمتي فد شيء؟ حاولت رحتي فشلتي ورجعتي. ما رديت بذاك الوقت، ابتسمت ورجعت للبيت. الفيديو بذاك الوقت كان منتشر على اليوتيوب، قررت قرار ويا نفسي راح ارجع اشوف الفيديو اسجل الاخطاء، وبعدت نفسي ما اسمع كلام سلبي وما اسمع تعليق سلبي من اي احد مهما كان. بلشت اشتغل واطور على الاشياء والشغلات اللي انا احب اسويها وعلى التطورات مالتي وعلى المهارات اللي امتلكها. مشينا خلصنا، ورا فتره تقريبا اقل من سنه شاركت بمؤتمر ثاني، تقريبا كان عمري 13 سنه، كان هو المؤتمر العربي للموهوبين للطلاب الموهوبين العرب. نفس البحث، شنو تتوقعون صار نفس الشيء ولا لا؟ ما صار نفس الشيء، بالعكس قدرت تاخذ المركز الاول بفضل الشغل بفضل الاشياء وفضل الناس اللي ساعدوني اكيد بذاك الوقت. خلصت هذه المرحله قدرت اسوي اعدل من كل شيء بداخلي، كل شيء موجود بداخلي بنفسي، كل كلمة وكل حرف كان لها تأثير علي سلبي أو إيجابي. المهم كملت، شاركت بإيفنتس هواية، شاركت بمؤتمرات، شاركت بايلب، قدرت أسوي شيء ولو جزء بسيط من الأهداف اللي أنا دا أشتغل عليها أو أحاول أحققها. كنت راح تقولون جايدة تسوين دعاية لتد، بس أبد مو هيك شيء. كان قلت لكم أنا أكو تعليقات سلبية هواية، بس كان أكو تعليق واحد إيجابي من دكتور يحيى العبدلي، قال لي you were great but، بمعنى كنت رائعة ولكن. فكرت شنو ممكن هاي، شنو ممكن الجمل اللي تكون بعد ولكن، شنو ممكن اللي يخلي الجملة كنت رائعة بدون ولكن. اشتغلت على هذه الشغلات وصلت للي أنا وصلت اليوم، وما راح أوقف راح أكمل. رسالتي اليوم
ثقتك وقدراتك بإيمانك والتغلب على الخوف اللي هو عدونا الأكبر واللي هو حطمني بالمرة الأولى، بس هو حالياً ولا شيء بالنسبة إلي. راح أقدر أكمل وإنتوا راح تقدرون تكملون مهما نواجه من صعوبات يومياً، سواء كنتوا أكبر مني من كنت بذاك الوقت أو أصغر، راح نقدر نكمل لأنه إيماننا وثقتنا وقدراتنا هي أحسن شيء. مو من اليوم إنه هذا التيد توك راح يكون بداية لمرحلة جديدة. أول توك بالنسبة لي كانت 13 سنة أو 12 سنة بالأول متوسط، واليوم أنا مرحلة أولى بالجامعة. راح أقدر أكمل بداية جديدة وطريق جديد، ومن يعرف يجوز راح نرجع نحكي بعد كم سنة على هذا التوك وننتقده ونحكي شنو تعلمنا من عنده. من ذاك الوقت أشوفكم على خير.